طيب نروح بقى معاكم على اسكتلندا، حيث نادي رينجرز اللي اعلن وفاة مدربه الاسطوري وطبعا مدرب المنتخب الوطني السابق وولتر سميث عن عمر ناهز 73 سنة، واللي يعتبر ثاني انجح مدرب في تاريخ رينجرز بعد بيل ستروث اللي حقق معاهم 30 لقب. لكن سميث قاد الفريق للفوز ب 21 لقب خلال فترتين ليه في النادي، الاولى كانت بين عامي 91 و98 والثانيه بين فتره من 2007 الى 2011. ابتدى سميث مسيرته في عالم الكره المستديره كمدافع وخاض اكثر من 200 مباراه لصالح نادي يونايتد، حيث تحول الى التدريب تحت قياده جيم ماكين في سن ال 29 عام، ده بعد ما اجبرته الاصابه على الاعتزال المبكر وتسلم المهام الفنيه في الفريق الاول لرينجرز عام 1991، وقادوا للفوز بسبعه القاب للدوري في 8 اعوام في نهايه موسم 2003 و2004. عين كمدرب للمنتخب الاسكتلندي، وسنه 2007 قاد رينجرز الى القمه مره جديده، واضاف الى سجله ثلاث القاب اخرى للدوري، وفاز بالكاس مرتين وبلقب رابطه الانديه الاسكتلنديه ثلاث مرات، طبعا كل ده بالاضافه الى قيادته الفريق الى نهائي كاس الاتحاد الاوروبي قبل ان يعتزل التدريب تماما في عام 2011.